طبقا على هذا الخبر ان صح هون عليك وبشر احياها فالنصر هون عليك وبشر الاحياء فالنصر بشرى تصحب الشهداء كبر الطريق فلا يموت مجاهد نال الشهادة بالعلا والثناء كبر الطريق فلا يموت مجاهد نال الشهادة رفعة وعلاء سبحان من جعل الشهيد لأمة كالشمس يقشع فوقها الظلماء يا ليت قد جرت الأمور كما تشاء الله حقق ما يريد وشاء الله أعطاك الشهادة ثابتا الله أعطاك الشهادة ثابتا ورأيت أمتنا تدور إباء نفسي تحدثني بقرب إشارة تضفي علينا رفعة وعلاء فالله عودنا بأن دماءنا تحيي الشعوب وتقهر الأعداء فالله عودنا بأن دماءنا تحيي الشعوب وتقهر الأعداء موضوع هذه الخطبة إخوتي في الله هو عن سوء الحال الذي نعيشه وعلى الاضطراب الذي نحياه وعلى التقلب الذي نراه فكلما ظننا الامور قد هدات الا ما قامت من جديد وكلما ظننا ان الامور قد استقرت الا وقد حصلت الفوضى من جديد اريد ان اعالج سبب هذا الاضطراب اريد ان اعالج سبب هذا التقبض فبعد 50 سنة من الطغيان في هذه البلاد وسنوات تزيد في بلاد اخرى حصلت ثوره عصبت من انظمه الطاغيه التي كانت تحكم الشعوب ثم بعد ذلك ظن الناس ان الامور قد استقرت وان الامور قد رجعت وان المياه قد عادت الى مجراها الا اننا نرى الامر على ارتداد ذلك وسبب هذا اخوتي في الله هو اننا لم نرجع الى حكم الله سبحانه وتعالى ظننا نحكم غير شريعه الله عز وجل فتره طويله من الزمن فلما من الله علينا بخلع الانظمه الفاسده لم يطرح احد تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى هل سنجرب نظاما مخالفا لشرع الله 50 سنة اخرى يقول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امرهم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فالمخالفه عن امر الله سبحانه وتعالى تنزغ عنه الفتن لا محاله والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا درسا عظيما في غزوه احد لما وقف الرماه على جبل كان خلف جبل احد وسمي بعد ذلك بجبل الرماه لما وقفهم على جبل احد وامرهم بامر قال لهم ان رايتمونا ننتصر فلا تلحقوا بنا وان رايتمونا ننهزم فلا تنصرونا فلما دار صلاح المعركه كان النصر في جبهه الامر حليفا لجيش الايمان فطمع الرومان في الغنائم فنزلوا من على الجبل فذكرهم قائدهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوه ونزلوا من الجبل الذي أراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لزومه فكان عاقبة ذلك أن أتوا من خلفهم وهزم المسلمون في غزوة أحد مني المسلمون بهزيمة في غزوة بسبب مخالفة لأمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، أحبتي في الله، لقد علمنا القرآن أن الله عز وجل يأخذ بالعذاب أمما وشعوبا من أجل مخالفة واحدة، وهذا تجدونه كثيرا في كتاب الله. وأضرب عليه مثالا بقصة أصحاب السبت، بقصة أصحاب السبت. وهم أهل قرية يسكنون على البحر أمرهم رب العالمين في شريعته أن لا يصطادوا يوم السبت
أمام رب العالمين باجتناب صيام الأسماء والحيتان يوم السبت. فخالفوا هذا الأمر لأن الله عز وجل السلام كانت الأسماء يوم السبت تظهر لهم كثيرا وفي غيره من الأيام تقيم. يقول الله سبحانه: واسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كانت الحيتان تظهر لهم كثيرة يوم السبت في اليوم الذي كانوا فيه منهيين عن اصطياد الأسماك. كانت الحيتان تظهر لهم في النهر أو البحر مكبر.
قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. فالواجب على اهل الايمان ان يؤمنوا بشرع الله كله وان لا يكذبوه، والواجب على اهل الايمان ان يحكموا شرع الله عز وجل فيهم وان يطمئنوا له. فوالله ليس احد يريد بنا الخير كرب العالمين جل في علاه، ليس ثمة من هو ارحم بنا من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الاثر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى واصحابه امراه تبحث عن ابنها، فكلما وجدت شابا قلبت في وجهه او طفلا قلبت في وجهه فعلمت انه ليس هو ابنها، حتى وجدت ابنها في ذلك الضيال فاخذته وضمته واخذت تقبله وتشمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترون هذه المرأة تخلق ولدها في النار؟ فقال الصحابة: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بنا من تلك المرأة بولدها، فالله أرحم بنا من تلك المرأة بولدها. فإن كان رب العالمين جل في علاه أرحم بنا من أمهاتنا بنا، فلماذا نخاف شرعه؟ ولماذا نحيه؟ ولماذا جعلنا كتاب الله عز وجل ككتاب الوراثي؟ بالله عليكم، ما الفائده في اقتناء كتاب الله وقراءته وحفظه وتلاوته في صلاه التراويح ان كنا لن نحكمه فينا؟ اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى